في خطوات متسارعة يسابقها عمال 8 مؤسسات وطنية مكلفة بإنجاز مشروع تحويل المياه من حقل القطراني نحو مدينة بشار. ورشات مفتوحة وأشغال تسير بوتيرة جيدة، حيث تم مؤخرا حفر وربط قنوات جر المياه ب31 نقبا يمونون مستقبلا المدينة ب80,000 متر مكعب. كذلك هذا المشروع يحتوي على خزان مائي 20,000 متر مكعب بمنطقة عدل، تصبح سعة التخزين بمدينة بشار وحدها 217,600 متر مكعب. مشروع القطراني لتحويل المياه هو تكملة لمشروع بوسير واحد الذي يزود حاليا المدينة ب30,000 متر مكعب يوميا. ومع استلام هذا المشروع الهام ستنتهي معاناة الساكنة من مشكلة تذبذب المياه الصالحة للشرب. هذا المشروع حاجة مليحة وفرحانين بها بزاف، وإن شاء الله عقبال مشاريع أخرى. ودوك سمعنا سيد الرئيس هضر على قضية الماء نتاع بوسير يجي لقناة إن شاء الله، الحمد لله احنا نستبشروا خير إن شاء الله. كما تعكف السلطات العليا بالبلاد على وضع دراسات مستقبلية لاستكشاف آبار جديدة بحقل القطراني تسد العجز المسجل بولاية بشار وتدعم حتى الولاية المجاورة. الاحتياجات اليومية لمدينة بشار حوالي 50,000 متر مكعب، وعلى هذا الأساس أن السيد رئيس الجمهورية أصدر تعليماته لانطلاق في التحويل الثاني اللي هو تحويل القطراني، أيضا فيه دراسة تاع تحويل ثالث اللي ممكن يوفر أيضا المياه لكل المناطق نتاع الولاية بما في ربما حتى الولايات المجاورة. تعزيز المصادر المائية بولاية بشار أصبح أمر ضروري وحتمي باعتبار أن هذه المادة الحيوية عنصر مهم وأساسي يساهم بشكل كبير في تطوير المشاريع الصناعية وحتى التنموية.